أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بثت القوات العراقية نداءات عبر مكبرات الصوت باتجاه مدينة تلعفر خيرت فيها أفراد تنظيم داعش بين الموت أو الاستسلام بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر استخباراتية. وأشارت المصادر إلى أن أفراد التنظيم أصيبوا بحالة من الهلع جراء تلك النداءات وقاموا بهروب جماعي إلى مركز المدينة. قال نائب القائد البريطاني للتحالف الدولي ضد داعش روبرت جونز إن تحرير مدينة تلعفر وبقية مدن محافظة نينوى تشكل أساساً لإنهاء الوجود العسكري لداعش في شمال العراق، وأضاف أن القوات العراقية تخوض أصعب معركة حضارية منذ الحرب العالمية الثانية. قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح إثر ضربات جوية روسية على قرية الشويحة بالتزامن مع قصف من ذات الطائرات على قرى عدة في ناحية عقربات في ريف حماة الشرقي، يأتي ذلك تزامنا مع قصف لقوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدتي حريتان وكفر حمرة في ريف حلب الشمالي ما خلف دمارا كبيرا بالممتلكات. قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن مركز المراقبة المشتركة لمنطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا بدأ العمل في العاصمة الأردنية عمان، وأضاف البيان أن المركز سيتولى الرقابة على نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الجنوبية التي تضم أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة السوريتين. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية. وجاء في بيان للخارجية القطرية أن دولة قطر تعبر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات. وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتطويرها. قدمت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج العرض العسكري السنوي في معسكر قوات الطوارئ الخاصة في عرفة بحضور نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان. وتضمن العرض العسكري تدريبات على التعامل والتصدي لأي حالة أمنية طارئة خلال موسم الحج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.